بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب وكفى، والصلاة والسلام على محمد الأمين المجتبى المصطفى سيدنا وسندنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكل السادة المتصلين والمشاهدين، وأهلا ومرحبا بكل السيدات المتصلات والمشاهدات. وأرقامنا موجودة أسفل الشاشة، ومعنا الأخ جمال من ولاية بومرداس. مرحبا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا جمال؟ والله الحمد لله، نحمده ونشكره. إذا مرحبا بك أخي جمال، مرحبا. الشيخ عندي واحدة ثلاثة أسئلة. نعم، الأول. السؤال الأول، عندي شيخ توفى الله يرحمه، وجاني في المنام وكنت النوم، وما شاء الله يعني ما شاء الله في صفة جيدة. في الآونة الأخيرة هذه نمت زعما شكون يعيط عليا يسقى عليا و ماشي راضي عليا، هذه أولا. ثانيا يعني كان يدوس فيك؟ نعم. ثانيا عندي محل تجاري. النوم مش حما خطرة، النوم مش قول نحوه لي شحال من خطرة، شحال يعني ماشي عدة مرات خطرات، ولا والمحل هذا في نحوه لي. شكون اللي نحوه لك؟ نعم، شكون هما اللي نحوه لك؟ المحل. ايه، شكون اللي نحوه لك؟ شكون؟ ما نصيبوش، ما زعما في واحد قلب عليا هكذا ما نصيبوش. والسؤال الاخير، النوم يعني عده مرات النوم السياره تاعي تنسرق. يعني سيارتك سرقت لعده مرات، اكثر من 10 خطرات من النوم المنام هذا. هذه سؤال الاسئله التوعيه. وش عارف عمرك سي جمال؟ نعم. كم مضى من عمرك؟ عندي 50 سنة. عندك ذلال، الله يبارك. نعم. الله يبارك. بابك شحال عنده ملي مات؟ نعم. بابك شحال عنده ملي مات؟ عنده واحد العام. وكان راضي عليك في الدنيا؟ الحمد لله. العلاقة طيبة؟ الحمد لله. قل لي سي جمال، بابك في المنام وجهه كان مليح ولا تعبان؟ كان تعبان. كان يبان تعبان؟ كان تعبان. كان يصلي لباس؟ هذا بس ما شاء الله. إذن كان وجوه يبان تعبان. نعم شيخ، وجوه كان يبان تعبان. ايه. إذن خويا جمال، نعم، أبقى معنا وستسمع الجواب، ومرحبا بك. مرحبا. الله يسلمك. الله يبارك فيك خويا جمال. خيرا تلقاه وشرا تتوقاه، هذه رؤى الثلاثة إن صحت وصدقت. فباباك راه في حالة جيدة، ولكنه محتاج إليك. هذا يعني وهو تعبان بعض الشيء، معناها راه في حاجة إليك أخي جمال، باش تدعي له وتستغفر له وتترحم عليه وتقرأ عليه القرآن وتهديه له وتزور قبره من حين لآخر، وتبقى على علاقة وطيدة مع أقربائه وجيرانه وأصدقائه، أي علاقته التي كانت معهم في الحياة، أنت الآن تكون في مكانه تستخلفه، وتبقى وكأن الوالد هو من يزور ويزاول زيارته مع هؤلاء الذين ذكرتهم الآن قبل قليل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، بابا كان يسقي معاك ويعيط معاك، هذا دليل المحبة، وهذا دليل على أنه مات وعنك راض، هذا دليل على أنه مات وقد منحك دعوة الخير. فأبشر يا جمال أن والدك باباك مات وعنك راض، وأعطاك وحباك ومنحك دعوة الخير، والحمد لله رب العالمين. أما المحل فهو حديث نفس لا تفسير له، حانوتك يبقى في مكانه ولا يتحرك،
ما دمت طائعا لربك ومقتديا بنبيك وبارا بوالدك، ما دمت على هذه الشاكلة وعلى هذا المنوال فتجارتك محفوظة. حاول فقط أن تقرأ فقه التجارة حتى تكون تجارتك مربحة ورابحة ومضبوطة بضوابط الشرع. إذن هذا من ناحية. إذن كذلك سيارتك سرقت منك أكثر من مرة، أيضا كذلك أنت ممكن عندك سيارة جديدة وفاخرة، وأكيد إنسان يخاف عليها لأنه عرق عليها وتعب، فهذه أيضا كذلك حادثة نفس لا تفسير لها. وأنصحك أخي جمال بهذه النصائح واعمل بهم ستنجح بإذن الله. أولا قبل أن تخرج من مقر سكناك جيب أذكار الصباح، لما توصل السيارة جيب أدعية الركوب، لما تجي هابط جيب أدعية النزول، لما تجي داخل الحانوت تاعك غير تقول جيت تقول بسم الله، غير تحل الباب تجي داخل تقول السلام عليكم. وساعة ساعة دي سورة البقرة في الحانوت، وساعة ساعة ما مرقي كي تجي راح تغلق الحشية في الليل رش ما مرقي وغلق، وروح كي تجي الصباح تلقى نشف. وأيضا كذلك حاول أن تحافظ على صلاتك في وقتها، وأعن نفسك بالصدقة، لكن أنصحك إياك حذاري أخي جمال أن تتصدق على المتسولين أمام المساجد والأزقة والشوارع والبنايات والدكاكين، هذه إذا جاك قل ورب يجيب كلمة طيبة، لكن إذا كانت لك قرابة فقيرة عاونهم، إذا ما عندكش في القرابة فقراء فجيرانك فأصدقاؤك عاونهم بالصدقة وبالزكاة، هكذا مالك ينمو ويزداد ويكبر بإذن الله عز وجل، وليس في رؤاك ما يخيف أو يضر، والله أعلم. أهلا سي يعقوب أو ياقوتة، أختي ياقوتة مرحبا. السلام عليكم شيخ. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية خاصة لك أختي ياقوتة وإلى أسرتك وإلى كل سكان معسكر. شكرا شيخ صحيح. وأهلا ومرحبا بأختي ياقوت، أهلا. شيخ أنا بنت وحدين هضروا عليا. الله يبارك. كي هضروا عليا هكا ناضوا شوية مشاكل كيما نقولوا هضروا لهفية بالشهر. أعوذ بالله لا حول ولا قوة. ويعرفوه ويعرفوني ويعرفونا غاية، أما دايرين فيهم خير بزاف. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيا صليت صلاة الاستخارة. إيه. كي صليت صلاة الاستخارة نمت روحي في الليل، نمت روحي ماما تقصي فيا شانمتي. إيه. أيا أنا نقولها شانم، نمت مشي نمتها قاعدة خبر فيها في النوم. قلت لها نمت ولادي قعدوا يقولوا لي ديري لنا الحنة ديري لنا الحنة. أيا أنا قلت لهم تيجي باباكم ندير لكم. هذه أنا صليت. إيه. أنا صليت باش نقول يا نكمل يا نحبس في هذه الخطبة. ما شاء الله. أختي ياقوتة شحال في عمرك الله يبارك؟ 20 عام. الله يبارك، وأنتم من عائلة محافظة. الله. ومشهورة في معسكر. مشهورة جدا. وأبوك من كبار التجار. من كبار لا. وش موش تجر؟ عامل مهني. نعم. إذا عامل يعني يعمل عند روحه. ومشي عند روحه هكا في تاع الرياضة. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. يعني والناس جاوا تقدموك باش يخطبوك والناس بدات تطول في لسانها. ما شو هما ما بطلوش، هما مازال قايلين عليا بلي نجوا نكملوا. بس انا صليت الاستخاره يا نكمل يا نحبس. صح، هذا الشاب هذا يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي. عنده الاخلاق ولا ما عندوش؟ شو عنده؟ الاخلاق. متخلق. متخلق زعما على حسب ما نعرفوا على حسب ما هضروا بيه. يخدم ولا ما يخدمش؟ يخدم. عنده ساكن ولا ما عندوش؟ لا. وين يديك؟ مع دارهم. اي ما شاء الله، على الاقل عندك في زوج يمات وشبابات، الله يبارك. الله يسهل ان شاء الله. اذا وكاين الناس بداوا يهضروا فيك. والله هضروا فيا بالشر بزاف. لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه هادو قراب لينا بزاف ودايرين فيهم خير بزاف. انا ماذا بيا هذه العائله اللي جاوا يخطبوك او هذا الشاب ماذا بيا اللي يسمع الحصه، موافقه ولا لا؟
ان شاء الله. وعيطي لهم وقول لهم يسمعوا العشيه يسمعوا الحصه هذه ان شاء الله. هكذا ان شاء الله. وابقي معنا وستسمعي الجواب، ونهار الحق الزفاف تاعك عيطي لي باش نبارك لك ونهنيك. شكرا صحيت شيخ. الله يعطيك الخير. ان شاء الله. امين يا رب، الله يعطيك الخير والعافيه. امين. شكرا. العفو العفو، خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه. الاخت ياقوتة من معسكر رؤيتك جيده واستخارتك جيده، ووافقي على هذا الشاب بالاصابع العشر وليس اصبع واحد، بالاصابع العشر ابصمي ووافقي عليه على التوي واجيبيهم. ممكن عائلة هذا الشاب تنتظر الإجابة منكم، فأجيبيهم اليوم وقولي لهم مرحبا بكم في بيتنا. أما هذا الناس اللي راهم يتكلموا فيك، وأتمنى أن يكونوا في الاستماع وهم من مدينة معسكر، أقول لهم توبوا إلى الله، توبوا إلى الله قبل فوات الأوان. دعكم من هذه الغيبة، فإنها نتنة، فإنها رائحة فائحة منتنة كريهة. دعكم من القذف، حرام عليكم ما تفعلونه بهذه الشابة وبغيرها من الشابات والفتيات. الطول الألسنة تاعكم حتى لو كانت تكون إنسانة فعلا ماشي مليحة، استروها ووجهوها وانصحوها واتركوها تبني بيت لها. ما الفائدة؟ هي ماشي مليحة وزيدوا تدمروها. حتى ولو كان الإنسان يعني يعرف بنت يعني أخلاقها ماشي مليحة، يحاول ينصحها، يديرها كي بنته، يديرها كي أخته، حقيقة لا مجازا، ماهوش كي أخته ما تطمع فيها، لا، يديرها كيما أخته وينصحها ويوجهها ويخوفها بربي سبحانه وتعالى ويسترها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. واش الفائدة عندك كي تفضحها ويعني فيها أخطاء فضحتها ما عندك حتى فائدة؟ والأدهى والأمر يعني إذا كانت بريئة وتتهمها بالقذف حرام. وهذه شابة صغيرة 20 سنة مسكين هذا ونحلت عينيها. إذن خلوها تبني دارها، خلوها تبني مستقبلها. واللي راه يتكلم فيها أنا نصح يتوب ويستغفر ويروح لهذوك الناس يقول لهم الشيطان غواني وما قلته لكم باطل باطل. وأقول لهذا الشاب الذي أراد أن يخطبك، أنا أقول لك على ربي روح جيب باتيسري تكون كبيرة مليح، واتك على ربي دي والديك، وروح غدوة إن شاء الله تخطب. غدوة مشي، غدوة الخميس يوم مناسب، روح تخطب. فقد لا تجد أفضل منها، وهي قد لا تجد أفضل منك، وكلاكما خلقت لأن تعيش معها. ورؤيتك جيدة، وافقي على هذا الشاب وربي إن شاء الله يزوجك به في أقرب وقت، وربي يهنيكم والله أعلم. أهلا بأختي أنيسة من مدينة سكيكدا. السلام عليكم سيد الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أختي أنيسة؟ الحمد لله، وأنتم ما عليكمش. نحمد الله عز وجل، وأتمنى لك ولأسرتك ولكل سكيكديين الخير والبركة والعافية. الحمد لله. ومرحبا بأختي أنيسة، مرحبا. عايشك. امين واياكي. عايشك سيد الشيخ. امين. انا عندي انا ولدي رمضان هذا اللي جاز علينا بلاك 25 يوم هكيك حوالي تما في ليلة الكدري. لان تحلوا لي باب السماء وخرج منهم النور ابيض. هذه ليلة 27 تاع رمضان. ما نقول لك بلاك قدامهم بنهار هكاك بلاك 25 يوم. المهم نهار 27 قال لي يا يما انا نمت باب السماء تحلوا لي وخرج منهم النور. يعني هذا العام؟ ها هذا رمضان اللي جاز علينا. وش عارف عمر وليدك؟ عنده 16 سنة. يصلي ملتزم ما شاء الله. قد خلي صليت رمضان ومن بعد حبس. ودوك ماهوش يصلي؟ دوك ماشي يصلي بس حكي زعما يصلي ومن بعد حبس. ورمضان كان مجتهد يصلي يروح للجامع التراويح كلش. رحت له ما رحتش. ما راحش. ما كانش يروح الجامع. ما راحش الجامع، صلى في الدار. وكان محافظ على صلاة البيت. كان يصلي ها.
ودرك يعني بطل الصلاه وش به هذا؟ راه غير طبيعي هذا. دروك حبس. لا لا ما تخليش يحبس. زير عليه وقال لازم تولي للصلاه. زير ان شاء الله. هذه هي الرؤيه، هذه هي. وعنده رؤيه خلاف. ياه. هذه من تعمل وزارتي خرجوا من دم، كانوا رايحين يجيو يخطبوا الطفله تسمى شغل هضروا عليها وقبلنا كانوا رايحين يجيو. ياه. انا متوحي غالية على الناس وعالية على الناس والشيء اللي نطلبوه مقبول. يعني لاحظتي بلي كي تدعي ربي ربي يستجيب لك. ان شاء الله ما اعرف. الله الله يبارك، هذه حاجه مليحه سيدي. ما ندعينا معك ان شاء الله الشيخ على ديما نصلي وندعي للناس والمؤمنين كاملين، يعني ربي يشفي المرضى وان شاء الله يحميهم ويحميهم كامل ويحمي بلادنا. وخصيني بدعوه ربي يبارك فيك. عايشك وانت ثاني ربي عايشك. وعندي رؤيه خلاف. واشني هي؟ عندي وحده تخيل بلا كان في عمره 6 سنين هكذاك، دوك عندي 6 سنين الشيخ. لم تتوضا لي على بالك نطلع عليهم من البالكو هو برا كي يهبط باش نشوفو كي تما هواش. مشيت في طريق مشيت 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 واحد المراه كانت في دار ويا ما كان دار هكاك شغل قربي. من بعد انا دخلت كنت لابس ربي ونبي هي دخلتني وهذاك اللي جاي وراي يكتمي مدت له كسره والدنيا كل كنت كون مدت انا خلا خرجتني خلاتني نروح وهي رادتوني باش ما يصحليش. يا شيخ انا رحيت يا صحراء الطريق مكاه وانا قلت له يا ربي يا سيدي علينا الطريق هذه دوكا انا هنا الطريق مال كيفاه ملكا روحي ماشيه في طريق. كي مشيت في طريق يا شيخ ملكا روحي يلا زوج هكا لا نوطي لا تسكرت. والمراه معروفه ولا مجهوله؟ شوف ابدا زوج رجلك قالوا لي هادو لا نوطي ساعه وهران وانت هذا الطريق تبي الليلو هذيك ساعه ليلو يلا في هذاك الماء. مشيت في طريق زايدين جايين يلا ملكة يلا هات عزيز عبد كنت هذا مني من هوني يا شيخ ملكة هذا كلمي اللي كنت الله عليه ملكة هذا قدامي. قال لي قال لي شوف يما انا ما عنديش الدنيا بزاف كيما انتينا. قال لي انت عندك الدنيا بزاف انا عندي شويه برك. راك سمعت يا شيخ راك معي انا عمي. من بعد شيخ فطنت هذا اللي انا تنا هذا لك مده شاتيك 15 يوم ولا انا هو بالذات ما من سنه تطرق على زوج لما السنة تقطع من الخالق السنة ما كان من يجدر من الخالق السنة كانت يما أصبح يحكي لي فيها كان يما دولة من السنة تقطع النبي فلحكي كان الحاج يا شيخ أنا من بزاف. وش عارف يا عمرو وليدك؟ شعار في عمرو دوك عارف 8 سنين يعني عند عامين هكذاك. هو فينا انها لي يما تشادو بس حالاتي من تشاد بزاف أنا بلاتي من تشادوك عندها 3 سنين حكيت ولا وليدك هذا راه لاباس عليه. انا باش عليه وتخافي عليه انت بزاف الطفل هذا. نخاف عليه وقل تخافي عليه عليها. تخافي عليه فوق اللازم. نخاف عليه. اذا اختي انيسة اه الله يبارك فيك. شحال في عمرك؟ الله يبارك. شحال في عمرك؟ الله يبارك. انا في عمري 49 سنة. الله يبارك ما شاء الله. اذا ابقي معنا وستسمعي الجواب ومرحبا بك. مرحبا عايشك. انا يا شيخ منا بالذات وساعات من النوم اللي انا في الليل نصبح فيه وساعات ما يخرج نحن نقول ما نحن من النوم. الله عايش نجيب لك واحد اخلاق ولا فيه درس. الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك ان شاء الله. امين. الله يعطيك العافيه اختي انيسه. الله يعطيك العافيه. عايشك. امين. مرحبا بي اختي. مرحبا. عايشك. امين يا رب. امين. خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه. رؤية ولدك ربي يهديه ويتوب عليه. 16 سنة راه بلغ الله يبارك. ممكن احتمال جد وارد فهو بخروج شعر أو بلوغ 18 حول أو خروج ماء. هذه الحالة الثلاثة عند المالكية اللي بها نعرف هذا الشاب يعني بلغ سن رشد ولا لا. ولكن اللي شاف ليلة القدر ولدك راه شاف ليلة القدر يا أختي. الليل 27 السماء في العالم فتحت والاضواء والنور هذيك اللي تقدر ربي عطاها له يعني بعد ما ربي كرمه بهذه الليله وبهذا القدر وبهذا الخير هو يبطل الصلاه. اذن وليدك راه فيه خير كبير ولكن الشيطان راه من رمضان هنا ممكن لخلو. اذن وليدك راه شاف ليله القدر راه عنده في عمره 16 سنه زائد 84 سنه وزياده معناها كانه عمره 100 سنه وزياده. إذن هذيك الليلة راهي ليلة القدر شافها وليدك وراه عنده دعوة مستجابة
وراه عنده قيمة وفضل عند ربي. قولوا له يا وليدي انا ابليس، انت اللي شفت تقضي تبطل الصلاة. قولوا له راه قال الشيخ سعيد ارجع الى الصلاة حتى تلقى ربك بعد طول عمرين. هذه واحدة. اثنين، الرؤية الثانية لاحظت انت لك دعوة مستجابة، اذا ما تنساش ادعي لنفسك ولاسرتك وللأمة الجزائرية وللعبد الضعيف، اذكرنا بخير وادعي ربي ان يفتح على هذا البلد ويرزق اهله وحكامه الخير والبركة والعافية وان يحفظ بلدنا من كل مكروه. اما الرؤية الثانية فهي حديث نفس، لان ولدك الصغير هذا من قوة اللي تحبي بزاف، هو المازوزي كما يقال بلغات الجزائريين، هو الصغير في العائلة، اكيد ان يكون محظوظ وطلباته مقبولة لا تناقش ومعزز، وتخاف عليه الوالدة اكثر من غيره، فاكيد في اللي تشوفيه كأنه ضاع لك، كأنه سرقوه، كأنه كذا. فهذه حديث نفس لا تأويل لها ولا تفسير لها، وإياك والخوف المفرط. فالخوف شيء فطري في الإنسان وطبيعي، حتى الأنبياء كانوا يخافون بدليل قول الله تبارك وتعالى، فخرج منها خائفا يترقب. وما هجرة رسول الله في الليل إلا دليل على أنه كان خائف يترقب صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى فرعون ربي ذكره في القرآن وقال فاستخف قومه وأطاعوه، يعني استخف من حقر قومه وأرعبهم وأبطشهم وسلط عليهم أنواع الذل والمكر والخديعة حتى أصبحوا يخافونه ويقومون بأوامره كما شاء. ولهذا ربي قال فاستخف قومه فأطاعوه إلى آخر الآية. إذا رؤاك هذه نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والله أعلم. هذا وإلى حصة قادمة إن شاء الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.